ليه اجازه في اول يومين في رمضان واول يوم في اي عيد؟ طيب بص يا كريم، انت شفت الوضع في اخر الموسم الجاري اللي احنا فيه؟ لعيبه بتطلع تشتكي. ففي ايام كده اللي عايز اقوله لك ان في ايام نفسيا اللاعب مش هيقدر يديك في الملعب. يعني اول يومين رمضان ده على المستوى البدني وبالتشاور والصحي. مع حتى والصحي مع الاجهزه الطبيه لكل الانديه ولمعظم انديه الدوري المصري، مش صحي ان انت تلعب اول يومين رمضان. ده بغض النظر عن الامر الانساني اللي بكلمك فيه. ففكره ان احنا عندنا مواعيد محتمله للمؤجلات حطيناها اسبوع ما بين كل جوله والتانيه، دي مديانا فرصه ان احنا ندي راحه للعيبه في اول يوم العيد واول يومين في رمضان عشان الصيام. نقطه مهمه ليه؟ كنت بسال احد الاصدقاء يعني لاعب كوره يعني. طبعا. بقول له الناس بتقول يا عم انت بتاخد ملايين، انت عايز تاخد اجازه ليه؟ يا عم انت بتاخد ملايين وبتاع. فبيهزر حتى بيقول لي مش ما انا عايز اصرفهم. يعني انا معايا فلوس بس انا عايز اصرفهم. يعني سيبونا في فسحه. يعني بيقول لي انا بيبقى عندي اسره، عندي زوجتي وعندي اولادي وهم عايزين يسافروا وعايزين يتفسحوا وعايز اقعد مع والدي ووالدتي في الاعياد. في حاجات اجتماعيه احنا المفروض نعيشها زي البني ادمين الطبيعيين. احنا حياتنا كلها تدريبات ومعسكرات. بالظبط. في متلازمه كمان عند الجماهير، يقول لك النادي ده بينكد عليا في العيد لما يخسر. طب ليه انا نكد على الجمهور ليه ايا كان يعني؟ فليه ده؟ عايز ايه؟ باي بيعينوا براحتهم. عايز ايه يا عم؟ نادي اكس. لا طب انت عايز ايه دلوقتي؟ احنا دلوقتي بنتكلم في جو يا ابني. طيب